افرح يا ايمان، لقيت لك المحل بندور عليه. انت بتتكلمي جد؟ حته محل واخد ناصيه تجنن ومساحته معقوله، وصاحب المحل طالب فيه شهر مقدم وشهر تامين، يعني يا دوب نخش نعمل شويه الديكورات ونجيب الاجهزه ونشتغل بقى. هو ده الكلام يا منيره. الحمد لله. اهلا اهلا. ازيك يا منير؟ ازيك يا طنط؟ اتفضلي يا روحي. ميرسي يا بنت. ألف مليون مبروك، إلهي ربنا يا رب يفتحها عليكم كده، بس شدوا حيلكم وافتحوا بسرعة عشان أبقى زبونتكم. أنا ناوية إن شاء الله أجي أريح دماغي من البهدلة دي وأعمل عندكم مونوكير. يا ريتك كنت بتتعبي في شغل البيت زي ما بتتعبي في المانيكير. جرايا يا ست إيمان، مالك مش طايقة لي كلمة وعلى طول قرشة ملحتي؟ عموما يا ستي أنتِ حرة، أنا كنت بس عايزة أنفعك وأبقى زبونة. أنتِ تبقي زبونة عندنا؟ لا لا لا، إحنا هنختار زبايننا بنفسنا. لا والله. ماشي يا إيمان. اقول لك حاجه، انا رفت. اوعى انت كمان عليها منك ولا من اختك. ايه يا امان، على فكره اسلوبك بقى مستفز قوي. ماما ننزل اكمل بقيه الماتش على الكافيه، اكرملي. طيب يا حبيبي بالسلامه. ايه يا ايمان اللي انت عملتيه ده؟ انت احرجتيهم قدامي، ما يصحش. هو انت فاكره ان دول بيحسوا؟ ده انا اتبليت بيهم من يوم ما الميه اتقطعت عندهم في العماره. لدرجه احنا اتقال عليك يا ايمان؟ لا يا ماما ما تقوليش كده يا حبيبتي، ده انت على راسي من فوق. بس انت عارفه ان عمر ومراته الجاموسه دي ما بيحسوش. المهم قولي لي احنا هنروح نبص على المحل امتى؟ من بكره لو عايزه. يلا يا حلوه بقى عشان تدفي الشمع. استني شويه يا ماما، محمد لسه ما جاش. وانت لسه عندك امل انه هيجي؟ اه. يا حبيبتي ما تنسي بقى، انت عزمتيها لعيد ميلادك وهو ما جاش، يعني هو كمان شال الموضوع من دماغه خالص. وانت وعدتيني يا حبيبتي انك لو عرفتي انه نسي انت كمان بقى هتنسي. اهلا وسهلا بالبطل الهمام. منوره يا هند يا بنتي. ميرسي يا عم. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا محمد. كل سنه وانت طيبه يا ريهام. وانت طيبه يا شهنده، وحشتيني. وانت كمان. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. ازيك يا شهنده؟ الحمد لله يا طنط. مش يلا بينا بقى نحتفل ونطفي الشمع ولا ايه؟ اه يا ريت عشان انا مستعجل. يا راجل انت لسه قعدت؟ احنا بقى لنا كتير قوي ما شفناكوش، انتوا لازم تقعدوا معانا شويه، ولا انتوا جايين بقى تاخدوا نصيبكم التورته وتمشوا على طول؟ معلش سعادتك، عندي اجتماع في الاداره ولازم الحق. يعني مش هتقعد معانا؟ لا، انا جاي اقول لك كل سنه وانت طيبه وماشي. ازيك يا فؤاد بيه؟ ازيك يا مدام جيهان؟ انا هستناك في العربيه يا فؤاد. بتعمل ايه يا حسام؟ تسمح لي اقعد؟ لا ما اسمحش. طب تسمح لي اوضح لك؟ احنا هنا مش في المحكمه عشان توضح لي حاجه. طب يا فؤاد بيه، بحكم العشره اللي بيننا والعيش والملح، انا واقع في عرضك ومحتاج شغل، اي شغل. امسك لك الامن، كاشير، حسابات. حسابات؟ عاوزنا نسلم القط ومفتاح القرار؟ اسف يا حسام، احنا هنا مكان محترم وبيجي لنا زباين محترمين. قصدي حضرتك ايه؟ انت فاهم قصدي كويس قوي. اتفضل مع السلامه، ويا ريت تمسح نمرتي من عندك. حسام باشا انا اسف، انا سمعت كلامكم غصب عني. ولا يهمك ولا يهمك يا ابراهيم. مش ممكن اساعد حضرتك باي حاجه؟ ممكن. امورنا فين؟ ادعي لي يا ابراهيم، ادعي لي في رجع. ربنا معاك يا فندم. اصيل يا ابني. ابراهيم روح شوفك لاي شغل. بعد اذنك. مش الشغل بس اللي رافضني يا ماما، الدنيا كلها رافضاني، كل الناس زي ما اكون جربه. اول ما ادخل حته الناس تتفرق من حوالي، اصحابي، معارفي، مستغربوا ان الناس دي عارفاني ومعشراني،
بس فجأة ولا كأنهم يعرفوني ولا يعشروني. تخيلي النهاردة رحت لواحد حبيبي، أو يعني المفروض إنه كان حبيبي، قلت أقصده في شغلانة كده تمشي الحال يعني. تخيلي يرد علي يقول لي إيه اللي جابك؟ ويختم كلامه بإيه؟ امسح نمرتي من على تليفونك وما تتكلمش هنا تاني ولا تعتب. والله ماما كنت باجي داخل عليه كان بيقوم يقف. معلش يا ابني، احنا بزمن العجايب، البلاوي ما بتجيش غير من اقرب القريبين لينا. الناس خلاص ما عادش عندها ثقه في حد. صالح يا ماما ان انا بقيت عالي على الدنيا، على كل الناس، حتى عليك انت ومحمد وشام. مش هنضحك على بعض، صدقني ساعات ببص لنفسي في المرايه بحس اني عالي على نفسي. ما تقولش كده يا حسام بقى، ما توجعش قلبي اكتر ما هو موجوع يا ابني. دي الحقيقه يا امي، دي الحقيقه. ده انا مقهور قهر والله يا ماما، مقهور قهر، صبر على نفسي قوي. صباح الخير. حكمة دي أمانة في يديك، خلي بالك مني ما تسيبهاش لحظة واحدة. ما توصينيش يا سيدي، الست حكمة دي أمانة في رقبتي. المحامي هيكون في المطار، هو اللي هيدلك على طريق البنك، ولما تستلم الباسبور هاتهولي عشان اعمل لك فيزا. يا سلام عليك يا سيدي الناس، اهو كده، هو ده الشغل ولا بلاش؟ بالاذن. انت ليه يا سيدي ما خلتنيش اسافر بلاد بره مع عم منصور بدل طاهر؟ طاهر اللي غريب عنينا، ولا انت مش مأمن لي عاد؟ عيب عليك يا وهدان، عيب عليك، ده انت دراع اليمين. وبعدين طاهر رايح مع ستك حكمت خيال مآتي، انا بحاجتك هنا، انا هفتح شركه وعاوزك تكون شريك معايا فيه. انا شريكك وهدان؟ انا مين دلوقتي؟ سيدي دياب. لا، دياب ومحمود المستثمر الجنوب افريقي، يعني اذا عاوز اعمل اي حاجه هنا لازم اللي يكون معايا شريك مصري، ده القانون هنا. يا حلاوه يا اولاد، سيدي دياب انا هبقى صاحب شركه ورئيس مجلس اداره كمان. لا، ما دام الحكايه دي خلي طاهر يسافر، يسافر، ده انا هبقى رئيس مجلس اداري. ايه رايك يا رئيس مجلس الاداره تروح تعملوا لنا كاسين؟ رئيس مجلس اداره واعمل كاسين؟ ده انا هعمل سته. لا حول ولا قوه الا بالله. مرسي. اسفه جدا لو كنت عطلتك لما كلمتك وطلبت قبلك النهارده. بالعكس بقى، انا مبسوطه جدا ان احنا اتقابلنا، بس عايزه افهم ليه المكان ده بالذات اللي طلبتي نتقابل فيه؟ اصل ليا ذكريات حلوه فيه مش عايزه انساها. ده المكان اللي كنت بتتقابلي فيه انت ومحمد؟ بصراحه وقلت يمكن ده يشجعني افتح معاكي الموضوع. اكيد طبعا، بس ايه هو الموضوع؟ شاهده انت زعلانه مني علشان انا فسخت خطوبتي مع محمد وبعدت عنكم في عز ازمتكم. بالعكس، اي حد في مكانك انت واهلك كان لازم يعمل كده، بالذات ان باباكي مركزه حساس، واللي حصل لنا يعني كان حاجه تقطم الوسط. انا ضميري بيأنبني قوي مش عارفه اعمل ايه. تعملي ايه في ايه؟ اخر مره في يوم عيد ميلادي حسيت ان محمد متغير معايا ومش زي الاول. وانت يعني يا ريهام عايزاه يبقى زي الاول؟ يا ريت، عشان كده انا كلمتك النهارده، يمكن تساعديني. اساعدك في ايه؟ شاهندة، هو محمد دخلت حياته واحدة تانية؟ يعني خلاص نسيني؟ ضحكتيني وأنا ماليش نفس أضحك. إيه اللي بيضحك في كده طيب؟ عشان شكلك كده لسه معرفتيش محمد أخويا كويس. طب عرفيني. بص يا ريهام، لما ماما ربتنا أنا وأخواتي ربتنا على الكرامة وعزة النفس وحب الناس، عودتنا إزاي ندي وما نستناش إن إحنا ناخد. بس إيه علاقة ده بموضوع؟ ما هو ده أساس موضوعنا، لأن اللي يحب لا يمكن يكره، ولما يزعل ما يقدرش يقسى على حبيبه ولا ينساه.
يعني انت شايفه ان محمد لسه بيحبني؟ ده بيموت فيكي، والا ما كانش جه عيد ميلادك وفتح معاكوا صفحه جديده. يا بنتي ده اخويا، ولو الموضوع مش في دماغه كان طنش خالص. طيب انا عايزاكي بقى تحركي كده يجي قبل بابا وماما تاني. قبل ما يكلم بابا وماما هما رايهم ايه؟ ندمانين على اللي عملوه معايا، ولو جه وطلبني منهم مش هيرفضوا طلب. وايه اللي خلاهم يعني غيروا رايهم كده؟ لان انا مصممه عليه. بعدين هما كمان حسوا ان هما خسروا لبنتهم ولد ابن ناس وشجاع. بعدين ده كفايه العمليه الاخيره اللي عملها، الجرايد كلها بتتكلم عليه. يعني انت واثقه ومتاكده ان محمد هو الراجل اللي انت عايزه تكملي مع حياتك؟ ايوه طبعا واثقه. هتساعديني بقى ولا ايه؟ اكيد طبعا هساعدك. انا عايزاكي بقى تكوني مطمنه على الاخر. انا مطمنه، والا ما كنتش كلمتك. ممكن بقى تسيبيني اشرب القهوه اللي انت هتدفعي ثمنها؟ ايوه طبعا. احنا جايين مخصوص هنا عشان عاوزين ناسسوا شركه، انا وصاحبي الاستاذ وهدان الدهشان. يا اهلا وسهلا يا استاذ وهدان. اهلا بك يا ميت. وحضرتك ما اتشرفتش باسمك. انا دياب محمود من جنوب افريقيا، وناوي اعمل استثمارات كثيره في مصر. مصر نورت. بس انت مش ملاحظ انك تتكلم عربي كويس قوي؟ لا، وايه صعيدي لبلب. انا ابويا من جنوب افريقيا، وامي من جنوب مصر، من جنة، يعني مصري زي. يا اهلا بيك سيدي دياب، قصدي الاستاذ ديابو. الاستاذ ديابو متربي ما بين جنة وجنوب افريقيا. قول لي يا استاذ دياب، الورق بتاع الشركه هيبقى برقم القومي ولا بالباسبور؟ بالباسبور الاجنبي. ما انت عارف المستثمر هنا له تسهيلات كثيره قوي، وحرام التسهيلات دي تروح علينا، ولا ايه يا متر؟ عيني العقل. وان شاء الله نشاط الشركه ايه؟ الاستيراد والتصدير فيما يرضي الله ان شاء الله. تمام. عموما هنحطوا بينكم شويه اوراق، واول ما هتجيبوها هنخلص الاجراءات كلها وتبداوا نشاطكم باذن الله. على بركه الله. ازيك يا حسام، عامل ايه؟ ايه دول يا محمد؟ ولا حاجه، انا كنت جاي اشوفك بس ما لقيتكش. مش عاوز حاجه، انا رايح الشغل. استنى بس، ايه دول؟ ده مبلغ بسيط كده، انا عارف ظروفك اليومين دول. يا حصلت يا محمد؟ يا حسام في ايه؟ ده احنا اخوات. ده انت ياما وقفت جنبي واديتني فلوس، انت ناسي؟ ما تبقاش حساس كده. استنى محمد، عايزك محمد. يا محمد من دهلك فيه ايه؟ الله، ما تستنى يا اخي. يا حسام انت متعصب كده ليه يا حبيبي؟ مش عايزني اتعصب، وانت جاي ترمي لي قرشين بعد ما كنت بديك المصروف. يا حسام احنا ظروفنا كلها دلوقتي اتغيرت. وانت بتعارني بظروفي بقى. معاش ولا كان اللي يقول كده يا حسام؟ يا حسام محمد ما يقصدش ان هو يضايقك. يا حسام يا حبيبي، اخوك بيعمل كده عشان المفروض كلنا نقف جنب بعض في المحنه دي. يا حبيبي انت اخويا الكبير، ولو ما وقفناش جنبك دلوقتي هنقف جنبك امتى؟ يا عم انا مش عايز حد يقف جنبي، مش عايز حد. انت ليه حسام رافض اننا نساعدك؟ مش عايز مساعده من حد. يا حسام انت في محنة واكيد محتاجنا جنبك. انا مش محتاج حد ومش عايز حد يطبطب عليا. يطبطب ده ايه؟ انت ليه بتحسبها كده يا حسام؟ لانها ملهاش تفسير غير كده يا ماما. يا حبيبي يعني لو حد فينا وقع وقع، مش المفروض ان احنا كلنا نقف جنبه؟ انا بقى مش عايز حد جنبي، ومن بكره اروح شقتي واقعد لوحدي. ده كلام يا ابني، تقعد في شقتك لوحدك وانت في الحاله دي؟ انا مش عايز اشيل هم حد ولا حد يشيل هم يا ماما. طب خلاص يا حسام، اقعد في اوضتك لوحدك ومحدش فينا هيزعجك، بس خليك معانا والنبي. اوه بقى. لا لا لا، اخوك حالته صعب قوي. خلاص يا جماعه، محدش عنده، هو متعصب كده. يعني ايه يا محمد؟ هنسيبه ينفذ اللي في دماغه؟ لا مش هنسيبه، بس نسيبه يهدى ومحدش يضغط عليه، واحنا من الوقت للتاني ده ما نشقر عليه عشان انت. يا ابني انا خايفه لا يعمل في روحه حاجه. لا ما تخافيش يا ماما، حسام عاقل وعارف حدوده كويس قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله، ايه الزياره المفاجاه دي؟ كنت بشتري شويه حاجات، قلت عدى عليك نروح سوا. لا انا مش هروح دلوقتي، عندي شويه نعناع كده عايز افركهم وبعدين بروح. من كتر الزباين قوي عاوز تفرك لهم النعناع، ما تشيلها بينا نروح. عندي كلمه حلوه اقوليها، مش عاجبك اتفضلي توكلي على الله. عندي كلمتين حلوين. هو انت مش كنت ناوي تغير المحل وتقلبه كافيه؟ طب ايه اللي معطلك بقى؟ ما تشيلها نتكل على الله. لا ليه؟ انا عندي فكره بقى انقح من دي، هتخليها بقى نشط بطننا ونعد الست صفار. يا لهوي، فكرة ايه؟ هسيب المحل كده لصاحبه واخد خليه ورجلي مش اقل من مليون جنيه ووقتي. مين يا اخويا اللي معاه المبلغ ده؟ عندي اللي يشيل حالا وعلى الترابيزة. ايوه منير، بس انت هتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ ايه اللي اعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ انا هاخد المبلغ ده وبعدين اخد نصيب ابويا في المراس، ونصيب معتز الله يرحمه ويحسن اليه برضه في المراس، واخدهم كلهم كده واروح اشارك واحد في الكباريه. كباريه؟ ايوه كباريه.
شغله كلها روشانه وقلاقه ونظافه. اه منير بس ده كباريه، معقوله انت تبقى صاحب كباريه يا اخويا؟ والنبي بس ما تقطعيش، ادعي بس ربنا يثبت اقدامنا لعقد الكباريه ده، عاوزين نربي ابننا بقى بالحلال. الهلال همه البيت امه.